يا أبطال خمسون والأبطال قد جاء يا أبطال خمسون والأبطال كي يبعد الأضرار عن أرضهم في الحال أبطالنا عشرة في روضة نضرة أبطالنا عشرة في روضة نضرة جولاتهم خطيرة لا تخلو من أهوال قد جاء يا أبطال خمسون والأبطال كي يبعد الأضرار يدعونها بسورة أعوانها زعزوع دوما يعاني الجوع أعوانها زعزوع دوما يعاني الجوع والمدعي ترعوه الكاذب المحتال قد جاء يا أطفال قمتون والأطفال كي يبعد الأغلاق عن أرضهم في الحال نراك يا قمتون تمحي أذى الأسرار تساعد المظلوم مع صحبة شطار في روضة خضراء تزهو بك الأجواء لا تعرف الإخفاء في أصعب الأحوال قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال كي يبعد الأضرار عن أرضهم في الحال قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال أنت رائع أيها الحكيم خوخة إنه أمر بسيط لولاك لما استطعنا أن نحل هذه المشكلة الكبيرة إننا نشكرك كثيرا على إنقاذنا من محنة خطيرة جدا لا تشغلي بالك عزيزتي لقد كنا في ورطة كبيرة لوجود الدمل على جبينها فعلا لقد كانت قضية حياة أو موت بالنسبة للروضة الخضراء ولكن بفضل دواء من الأعشاب طمأننا الحكيم خوخة بأنها سوف تشفى خلال يوم واحد وبشرتي أصبحت أكثر نعومة إن الروضة الخضراء تنعم بالأمان بوجود الحكيم خوخة وهذا عربون عرفاننا بالجميل يعيش الحكيم خوخة يعيش الحكيم خوخة إن منزلة الحكيم خوخة تعلو أكثر وأكثر أريد أن أكون شيئا أريد أن أكون ماذا؟ برتقالة في الجنوب؟ لا أريد أن أكون برموقة كالحكيم خوخة تصبحين كالحكيم خوخة ثم تصبحين الحكيمة بشورة لا غبي ماذا تعنين إذن أنت تعلم أني أريد أن يحترمني شعب الروضة كالحكيم خوخة وأن أنال مثله وساما أعلم ولكن لقد سمعت قصة عن أميرة جميلة كانت تعيش في قديم الزمان في بلد الينابيع تدعى حبوبة وأنا أريد أن أكون مثلها أريد الحكيم خوخة يعود تاريخه إلى سنوات طويلة هذا لا يعنيني لا يعنيني أريد أن أكون مثلها الآن سبشورة تؤكد أنانيتها مجددا أود أن أشكره لإعطاء هدية أخرى إن لها رائحة أوراق البريلا كما أنها من نوعية ممتازة تم تخليلها لخمس سنوات إنها الشيء المفضل عندي لا أستطيع أن أمنع نفسي انتظري انتظري سأمسكها لقد نزحنا لقد وقع في الفخ سيكون من سوء حظ الحكيم خوخة أن يتواجد في هذه العملية أنا الليمون الحلوة
الليمونة الحلوة. ما تكونين من بين المخلوقات؟ ألا تعرفان من تكلمان؟ هذه السيدة التي أمامكما تتمتع بذكاء خارق، إنها من أشهر حكماء العالم. حقا؟ بالضبط، تستطيع أن تدلك على أي شيء وتجيب على أي سؤال من الأسئلة. أنت الصبي طمطوم، أحد أبطال الروضة الخضراء، ماهر في الكرة والمطرقة. هناك ثلاث شامات تحت إبطك. ولك صديقة جميلة اسمها الآنسة دراقة. كلامك صحيح وجميل. إنها تعرف علوم الشرق والغرب، وهي الآن معروفة جدا، وخصوصا لدى الجميلات مثل الآنسة. ماذا تعرفين عني؟ لا أعرف شيئا عنك. سوف تنظر في أمرك فيما بعد. على أي حال ستقع أزمة في بلاد الروضة الخضراء عما قريب. ماذا؟ ستقع أزمة؟ نعم، ستقع أزمة وستقوم بإخباركم عنها بنفسها حين تحدث. إني أحس بغضب الطبيعة. ماذا؟ إن هزة أرضية ستحدث في الروضة الخضراء الآمنة، فعليكم أن تكونوا على حذر حين تحدث. قلت هزة؟ إنه أمر خطير، يجب أن نخبر الجميع. أخشى أن أكون قد بلغت في كلامي عن الهزة الأرضية سرعوف. لا، هذا يكفي تقريبا. لا تمزح معي. سمعت أن هزة أرضية ستقع في الروضة الخضراء. كم سيكون حجمها؟ بهذا الحجم؟ بهذا؟ هذا غير معقول. ماذا تقولين؟ ستحدث هزة أرضية وستنفجر الجبال؟ خائفون خائفون خائفون. ماذا؟ الهزة الأرضية ستشق الروضة الخضراء إلى قسمين، لا أصدق. أمر خطير، ستغوص الروضة الخضراء في الأرض بسبب هزة أرضية. ماذا؟ ستثور البراكين وتتحطم الروضة الخضراء كلها؟ ماذا؟ سيحدث مد كبير وستغطس الروضة الخضراء إلى قاع البحر. ماذا؟ الروضة الخضراء ستختفي وستغوص كلها في لحظة واحدة. إنه لأمر خطير. ابتعدي، من السهل أن تكبر الإشاعة وتنتشر في لحظة. إنك ذكي وتتمتع ببعد النظر. بما أن الإشاعة كبرت إلى هذا الحد، أصبح من السهل القيام بالمهمة الثانية. إذن لنبدأ بالمهمة الآن وبسرعة. إننا في ورطة، ستحدث هزة أرضية ويحدث طوفان كبير في نفس الوقت، وستختفي الروضة الخضراء في لحظة. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ حقا؟ من قال هذا؟ أنت من قال ذلك طمطوم؟ هل قلت شيئا كهذا؟ على أي حال إنها قضية حياة أو موت بالنسبة للروضة الخضراء. لا تتوقف، لا تتوقف، ارميها بعد.
مع أنني لا أستطيع معرفة ماذا سيحدث، فعلى الأقل بإمكاني أن أحقق ما أريد من الروضة. هل تستطيع أن تحدث هزة أكبر من هذه؟ أرجوك. إنه أمر صعب. يا إلهي. إنها الهزة الهزة. يا إلهي، الهزة تشتد. الجدار. إنها تتفجر. هذا سيء جدا. أريد أن أقوم بتحضير الطعام، فهو أول عمل علي القيام به. أجل، سأعد الطعام لمئة رجل، فأنا طباخة ماهرة. لا يمكنني أن أصدق أن الروضة الخضراء ستختفي. لا، حسنا، أعتقد أن هذه الشجرة ستصمد في وجه المد القادم. وسكان الروضة الخضراء عددهم 3000. فهل تكفيهم هذه الشجرة جميعا؟ أريد أن أركب معكم. إنه لأربعة أشخاص فقط، ولكني صغيرة الحجم. لقد زادت حمولتها. كما توقعت، إن الروضة الخضراء في حالة من الذعر. هل جاء دوري؟ أجل، ستوقف بشورة الحكيمة هزة أرضية كبيرة وطوفانا ضخما أمام الناس، وتلك هي المفاجأة. على كل حال، إن هذه كوارث مزيفة ويمكن إيقافها بسهولة. نعم، تستطيعين أن تفعل ما تريدين. إذا استطعت إنقاذ الروضة الخضراء، فإن الكل سيعترف بي ويحترمني. هذا شيء رائع ومفرح. إنهم مرتبكون جدا. هل ستختفي الروضة الخضراء حقا طمطوم؟ هذه هي المشكلة. لقد سمعت أن هزة أرضية سوف تحدث، ولكن الإشاعة كبرت دون أن ألاحظ شيئا. من الصعب عليهم أن يخسروا حياتهم كما تعلم. أحس بالمسؤولية لأنني أول من ذكر ذلك. لقد نسوا في عجلتهم الحكيم خوخة. يجب أن نستشيره في كل ما يحدث من كوارث. ها، أنسة بسطول، أنت نبيها. أيها الحكيم خوخة، أيها الحكيم خوخة، أين أنت؟ إنه أمر غريب، مع أن الروضة كلها مضطربة فإنه لم يظهر ولم يهتم للأمر. أيها الحكيم خوخة، أيها الحكيم خوخة. انظر. هذا هو الشيء الذي أعطاه الأمبراطور للحكيم خوخة. ولماذا القلادة في هذا المكان في الغابة من دونه؟ ربما كان الاختفاء خوخة علاقة بالأمر. أشم ما يشبه رائحة ورقة البريلا، كما إنها من نوع ممتاز. إن ورقة البريلا هي المفضلة عند الحكيم خوخة. لقد تمزقت الورقة. من هنا لنتبع الرائحة. دكتور أناناس، ما هذه السفينة؟ لقد صنعت سفينة ضخمة لحماية جميع السكان مهما حدث من كوارث. أنت مخترع رائع. نستطيع أن نحتمي في هذه السفينة من أي فيضانات. حسنا، لأصعد الجميع إلى السفينة. هيا. مهلا، لا تسرعوا باللجوء في حالة الارتباك هذه، سأوقف الكارثة.
في حالة الكوارث مثل هذه لابد من الحكمة في مواجهة الأمر. هل تستطيعين إنقاذ الروضة الخضراء؟ نعم، فليصغي الجميع بانتباه، سوف تقوم الحكيمة بشورة بإنقاذ الروضة الخضراء من الهزة الأرضية الشديدة والمد الرهيب. وكيف ستقوم بإنقاذنا؟ ستقوم بشورة بإنقاذكم وإيقاف الكارثة. هل تستطيعين حقا؟ هل تستطيعين؟ ليصغي الجميع بانتباه، إن ما يحدث إشارة إلى سوء أهل الروضة الخضراء. ماذا علينا أن نفعل؟ إذا استطعنا أن نصفي قلوبنا فلن يكون هناك هزة أو مد، وسأحاول أن أقوم باللازم. شكرا لك. الرائحة في هذا الاتجاه. ها؟ ها؟ الحكيم خوخة. طمطوم، أرجوك أن تخرجني من هنا حالا. ما هذا؟ انتبه من الحجارة. الطائرة الطمطومية. هيا. هل أنت بخير أيها الحكيم خوخة؟ أجل، من فعل شيئا كهذا؟ إنهم الأشرار، إنهم قسعة حقا. على أي حال هناك أمر خطير. أخبرنا هيا. انظر، هناك نجمة في الجهة الشمالية الغربية طالعة في النهار. وماذا بشأنها؟ إنها إشارة إلى حدوث مد، ويجب أن أخبر الناس حالا. إذن الإشاعة حقيقية بهذا الشأن. هذا سيء. سأحاول أن أنقذ أهل الروضة الخضراء من الهزة المزعومة. الحكيمة بشورة هي الأقوى، هي الأقوى. الآن أصبحت الروضة آمنة، لن يكون هناك هزة أو أي مد. دعونا. سيحدث مد في الروضة الخضراء، حاولوا أن تجدوا ملجأ. إنها الحقيقة. هل ما تقوله صحيح أيها الحكيم؟ أجل يا صاحب السعادة، لا شك في ذلك. حسنا، فليدخل الجميع إلى السفينة. هيا بنا. لن يحدث شيء كهذا، الحكيمة بشورة قد أوقفت. اسمعوني، إنها الحقيقة، لن يحدث شيء. كلا، المد آث، الجميع إلى الملاجئ. لن يحدث شيء كما قلت لكم. أيتها الحكيمة بشورة اسمعيني جيدا، دعيهم وشأنهم، لن يحدث أي مد أبدا. الحكيم خوخة فقط سيخسر هيبته، وأنت ستكسبين احترامهم. الاحترام؟ هذا صحيح. سترون قوتي الهائلة بعد قليل. لقد أوقفت الكارثة بلحظة. سرحوف، لم يعد ذلك ضروريا. لم أفعل شيئا. ولكن ما هذا؟ لا يمكن أن يكون. سيحدث مد رهيب. إنه البار. أنقذوني.
المجد قادم. يا إلهي. أيها الحكيم خوخة، لقد أنقذت الروضة مرة أخرى. إنه أمر بسيط. إن الحكيم خوخة يزيد احترامه أكثر فأكثر، إنه شيء جيد. ولكن لا تصدق الإشاعة دائما. هذا صحيح، علينا أن نبحث دائما عن الحقيقة. صحيح يا طمطوم، أحيانا تقول الأشياء المناسبة. أحيانا. هو أمر مؤسف. في الحلقة القادمة، الجميع يستعد لاستقبال السيد بطيخة. بشورة تنافس ماما خضور في تحضير الأطباق اللذيذة. طمطوم يحاول الحصول على البيض الطائر، وروكي ينقذ الأنسة بسطولة من الزهرة المتوحشة.